نعم، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل. نسي صلاة من يوم، نسي مثلا يوم الخميس نسي صلاة، ما يدري الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، ماذا يعمل؟ يصلي 5 صلوات حتى يتيقن أنه أدى ما عليه، ما عنده غلب الظن، ما يدري، كلها محتملة، يقول يحتمل الظهر، يحتمل الفجر، يحتمل المغرب، يحتمل العشاء. والقول الثاني إيش؟ أنه يتحرى، أنه يتحرى. ولهذا قد ذكر المرداوي في الإنصاف أنه لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها فلم يدري هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فإنه يصلي 5 صلوات ليستيقن، أو شك هل هي الظهر أو العصر يصلي الظهر والعصر جميعا. هذا على صحيح من المذهب، نص عليه الإمام أحمد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وعليه فإذا صلى واحدة ينوي أنها الفائتة، يعني إذا صلى واحدة ينوي أنها الفائتة لم يجزه لعدم التعيين. إذا صلى صلاة واحدة وينوي أنها الفائتة لم يجزه لعدم التعيين، وهذا مبني على المسألة السابقة. والأقرب كما تقدم الترجيح بالتحري، فلعل الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى